في بعض الناس يعني جاي يمشونا بعض الأفكار أنه إحنا ما بينا قابلية ندعي الله، فلازم بعض الناس صارت عندنا بعض الشباب هي حركة الغلو اللي صارت عندنا أنه إحنا لازم ندعو علي بن أبي طالب، يا علي اقضينا حوائجنا، يا علي ارزقنا، يا علي اشفينا. بعض الناس هكذا، يا علي ويا حسين ويا كذا. ليش؟ قل احنا ما في قابلية ندعي الله هيك، بدنا وسائط. هذا غلو، وهذا خلاف العقيدة، خلاف القرآن. الله لما هو يقول لي ادعوني استجب لكم، انا اقول بعد انه لا، ما ممكن انا ادعو الله بنفسي. زين الله يقول اكثر من هذا، واني قريب، يعني شو معناها باللغه الشعبيه؟ يعني ليش انتم بعاد عني؟ انا مش بعيد عنكم، مش بعيد عن الامكم، مش بعيد عن احلامكم، مش بعيد عن حاجاتكم، عن كل قضاياكم. تعالوا لعندي، انا مش بعيد. لا تتصور انت بالارض وانا بالسماء، انا موجود مع كل انسان، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يعني هذا الله ما مو موجود شخص هيك موجود بمكان معين، لا، الله في كل مكان وفي كل زمان، وليس في مكان وليس في زمان. فالله لم يقل لي وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي هو جاي يدعي الله، والأئمة يدعون الله، والأنبياء يدعون الله. نعم، هم قريبون إلى الله باعتبار أنهم يعني أطاعوا الله حق طاعته، وعبدوه حق عبادته، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم، الله جعل لهم الشفاعة، يعني هم يشفعون، الله أكرمهم بأن جعل لهم الشفاعة. في المقام احنا نقول بحقهم، يعني توسل بهم أن الله يشفعهم فينا. هذا، وإلا الإنسان يحكي مع الله تماماً.